اخذنا المره اللي فاتت ازاي نعمل سيريز او متسلسله، تمام، وعرفنا ازاي مثلا نعمل شكل ونكرره في الاكس وفي الواي وفي الزد، خلاص الشكل ده. وعرفنا مثلا لو انا عندي اكتر من لسته ازاي عرفنا مثلا لو انا عندي اكتر من ليست زي مثلا الستين دول ازاي ان انا اخلي مثلا كل عنصر في الليسته الاولى تبدا تبقى مشتركه مع العناصر بتاعه جميع الليستات او الليسته الثانيه، خلاص كل يعني جميع العناصر هنا بتشترك مع جميع العناصر هنا، خلاص. في حاجه ثانيه اسمها شورتست ليست ولونجست ليست. شورتست ليست بياخد الليست الصغيره ويبدا ايه يشوف المقابل لها او القرين بتاعها في الليسته الثانيه. اللونجست بياخد الليسته الكبيره ويبدا يشوف القرين ليها في الليسته الصغيره. وعملنا الشكل ده كان المفروض هتعملوه في البيت، خلاص. فالمفروض هيتعمل فيديو هينزل لكم ان شاء الله بحيث ان انتم تنفذوه يعني. واخدنا برضو التمرين للشكل ده. النهارده ان شاء الله نبدا ناخد المعادلات، خلاص. ازاي يبقى عندي معادله مثلا، خدنا المعادله بشكل، طيب احنا خدنا في 2D ما خدناش لسه في 3D، تمام. هرجع تاني سريعا. لو انا مثلا عندي مجموعه نقط في اتجاه الاكس، لو عندي مثلا مجموعه نقط وعايز النقط ديت تبقى في اتجاه الواي تبعا لمعادله معينه، وليكن مثلا معادله اكس تربيع او واي مثلا بتساوي اكس تربيع، فالمفروض كل نقطه في اتجاه الاكس بتطلع باتجاه في اتجاه الواي بالاكس تربيع. يعني مثلا هنا النقطه ديت مثلا وليكن مكانها صفر، خلاص، فلما اربعها هتبقى مكانها ايه؟ صفر. طب النقطه ديت واحد، لما هتبقى تربيع هتبقى واحد. طب النقطه دي اتنين، لما هتبقى تربيع هتبقى اربعه. النقطه ديت ثلاثه هتبقى تسعه، وهكذا. فتلاحظوا ايه ان الشكل جاي بشكل بارابولا بالشكل ده، تمام. عايز ابدا اعمل العمليه ديت. خلاص، فهاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل سيريز. والسيريز ديت بيكون ليها نقطه بدايه وحاجه اسمها ستيب اللي هي الخطوة، يعني بين كل نقطة والتانية هيبقى قد ايه. هقول له مثلا بين كل نقطة والتانية عايز اتنين، وفي نقطة نهاية اللي هي مثلا وليكن هيبقى عشرة. النقط ديت هبدأ احركها اتجاه ايه؟ اتجاه الاكس. هعمل كرييت للبوينت. انا دلوقتي عندي 10 نقط، والنقط ديت كل نقطة ليها اكس وواي وزد، خلاص، وحركتهم في اتجاه الاكس. طيب انا عايز الحركة في اتجاه الواي تبقى تبعا لمعادلة معينة، فهاجي اعمل ايه؟ هاجي اقول له يبدأ معادلة، خلاص، وادخل له قيم الاكس. في المعادلة ديت مثلا هقول له ان انا عايز المخرج هيبقى اكس تربيع مثلا. فالمفترض ان هيطلع هنا هيكون هو ايه؟ القيم بتاعة الواي. ما عملتش، بس انا بجرب يعني بجرب طريقة تانية كده. فهاجي دلوقتي اعمل موف في اتجاه الواي. ايه
هعمل موف اتجاه الواي لايه؟ للنقط اللي انا انشاتها في الاول ديت. خلاص، فامسك النقط ديت بالشكل ده. شايفين؟ هتلاحظوا ان كل نقطه دلوقتي المفروض ان هي اتحركت تبعا لايه؟ للواي. خلاص، يعني الاكس دلوقتي او الواي بتساوي اكس تربيع. طبعا كل ما صغرت الستبس هتلاحظوا ان ايه؟ الكيرف بيبدا يتغير. طيب، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بعمل دومين، بقول له كونستراكت دومين. الدومين اللي هو مجال معين انا عايز النقط بتاعه الاكس تكون في خلاله، فهقول له مثلا عايز دومين يبدا، وليكن مثلا هقول له هعمل سلايدر جديد. السلايدر ده هيبقى بيبدا سالب 10 مثلا، ويخلص عند 10. تمام. فدلوقتي اصبح عندي، لو جيت شفت هنا لاحظوا ان عندي ايه؟ ان في الدومين من مخرجاته اللي يقول لي ان في دومين من سالب 10 ل 10. تمام. طيب، هاجي اقول له يعمل رينج. الرينج ده من مدخلاته الدومين نفسه وعدد النقط البينيه. يعني مثلا بدخل له الدومين اللي هو من سالب 10 ل 10، فيقول لي انت عايز كام نقطه بين سالب 10 و10؟ اقول له مثلا عايز 50 نقطه مثلا. لاحظ ان هو والله لازم هو قسم الدومين اللي هو من سالب 10 ل 10 قسمه 50 نقطه. تمام. طيب، بعد كده باجي اعمل ايفالويت. تمام، وباجي ادخل الرينج اللي هو النقط، عدد النقط اللي هو دخلهم دلوقتي، بدخلهم في المعادله واقول له ان انا عايز المعادله ديت بتساوي اكس تربيع. خلاص، واصبح المخرج اللي هنا اللي هيطلع لي هنا في الار هيبقى هو القيم ديت مضروبه في الاس، في اس 2 يعني. خلاص، يعني كل القيم اللي هنا عباره عن القيم دي بالظبط بس مضروبه اس 2. ماشي يا جماعه. وبعد كده هبدا اعمل بوينت، هعمل كونستراكت بوينت. في الاكس بتاع البوينتس دي هتبقى هي ايه؟ تبقى هي الرينج اللي هو من هنا من سالب 10 لحد 10، وانا عارف ان هم 50 نقطة اللي هو الدومين. تمام؟ وفي الواي هيبقى ايه؟ يبقى هو اللي هو منتج الناتج بتاع المعادلة اللي هو ايه؟ الايفالويت. لاحظ طبعا ان هو عمل شكل البارابولا. طيب، تعالوا ندخل أكتر في الموضوع بتاع المعادلات، ونبدأ مثلا ايه؟ انا مثلا عايز اصغر شويه الارتفاع بتاع المعادله ده، بدل ما هو مثلا طويل قوي كده عايز اصغره، فهقسم مثلا على 2، هعمل اوكي. شايفين اللي حصل؟ هنلاحظ ان هو ايه؟ السكيل صغر شويه. طب هقسم على 4 مثلا، لاحظ ان هو بقى اصغر. طيب، انا عايز ما اقسمش على قيمه ثابته، انا عايز اقسم على قيمه متغيره. شايفين الواي ده؟ هاجي اعمل سلايدر، واخلي السلايدر ده مثلا قيمته وليكن مثلا 4. خلاص، وهاجي اربط الاربعه بالواي، وهاجي في الايفالويت واقول له ان انا عايز اقسم اكس تربيع على واي. اكس تربيع على ايه؟ على واي، اللي هو قيمه السلايدر ده. شايفين دلوقتي لما بغير في القيمه بتاع السلايدر ايه اللي بيحصل؟ بيقسم اوتوماتيك على القيمه اللي موجوده هنا. ماشي. طيب، لو مثلا عايز احرك البارابول ده في اتجاه الاكس، اقول له مثلا عايز اكس تربيع على واي وليكن مثلا زائد 10، اقول له اوكي. هنلاحظ ان هو ايه؟ هو اتحرك في اتجاه الواي مش الاكس. خلاص، لو عايز احرك في اتجاه الاكس لازم ازود القيمه هنا في الاكس هنا. هو هنا هيتحرك في اتجاه الواي لان المعادله دي بتطلع واي بس. خلاص. طيب، انا عايز اقول له لا، انا مش عايز قيمه ثابته، عايز قيمه متغيره برضه. فاقول له مثلا عايز هنا هسميها هايت، هسميها اي اسم انا عايزه، جي اي جي اتش تي. خلاص، واقول له اوكي. فلازم اجي اعمل هنا، ازود هنا فاريبل جديد، والفاريبل ده اسميه هايت. خلاص،
بحيث ان هو طبعا هو مش متعرف على الهايت بيقول لي فعشان كده مدي لون احمر، معنى كده ان هو اصلا مش عارف ايه الهايت ده. فاجي مثلا اقول له اعمل سلايدر جديد واخليه مثلا قيمه 12 وهربطها بالهايت، نلاحظ اوتوماتيك ان هو ايه بدا يتحرك بناء على ايه، على الفاريبل الجديد اللي انا سميته الهايت. فدلوقتي اصبح ان انا بتحكم في اي معادله عن طريق ان انا بضيف اي فاريبل هنا وايه بالظبط وعدل فيه خلاص. وليكن مثلا اقول له انا عايز اكس تربيع زائد مثلا اكس تكعيب بالمنظر ده، تمام. فدي معادله الاكس تكعيب بس هو دمج الاثنين مع بعض بطريقه ما خلاص. وليكن مثلا اقول له اكس تربيع زائد اكس تكعيب على 50 مثلا، ودول ادخلهم في قوس واحد، يعني اكس تكعيب على 50 ادخلهم في قوس واحد اهو بالظبط كده. فهو دخل دلوقتي المعادلتين في بعض التربيعيه والتكعيبيه، يعني المفروض التكعيبيه بتيجي كده خلاص والتربيعيه كده، فهو ايه بدا يصغر الضلع ده شويه. ثواني كده اوقف بس دلوقتي لو انا عايز اعمل معادله في 3D، يعني عايز نقطتين في الاكس والواي واطلع النتائج تكون في 3D، باجي اعمل دومين ورينج للنقط اللي في الاكس ودومين ورينج في النقط اللي في الواي، تمام. المفروض الاول هبدا اعمل كروس ريفرنس بين النقطتين اللي في الليسته الاولى والليسته الثانيه خلاص، بحيث ان هو هيبدا يمسك كل نقطه، وليكن مثلا النقطه الاولى في الليسته الاولى اللي هي سالب 10 مثلا خلاص، وهيبدا يوزعها على كل العناصر اللي هنا، يبقى سالب 10 وسالب 10 وبعدين سالب 10 وسالب 9.8 وبعد كده سالب 10 وسالب 9.2 وهكذا خلاص. هدخل في كروس ريفرنس الاولاني كده كروس ريفرنس الثاني، فالمفروض الناتج اللي طالع هنا هيطلع ايه النقط اللي هنا في النقط اللي هنا، يعني هيطلع لي زي شبكه كده موديوليه فيها كل النقط. بدخل النقط دي مره في الاكس ومره في الواي، تمام. المفروض دلوقتي عايز ابدا اعمل علاقه بين الاكس والواي ويطلع لي هو ايه المنتج اللي هو في الزد. فاقول له مثلا عايز اكس تربيع زائد واي تربيع مثلا، اقول له اوكي. فاصبح الار ديت بتساوي اكس تربيع زائد واي تربيع، تمسك كل نقطه في النقط اللي في الجريد ديت وتدي لها اكس تربيع زائد واي تربيع خلاص. طيب هاجي اعمل بوينت كونستراكت بوينت عشان اشوف النتائج الحاجات اللي انا عملتها. الاكس والواي بتاعت النقط ديت هتبقى هي ايه؟ هتبقى هي الناتج بتاع الكروس ريفرنس اللي هو الجريد اللي هيكون موجود عندي هنا خلاص. هاخد الاكس الاولاني والواي الثاني، فاصبح عندي جريد اهو خلاص. كل نقطه من دي يا جماعه ليها تعريف، يعني مثلا اول نقطه خالص هنا هي عباره عن اكس صفر وواي صفر. لو مثلا النقطه اللي يعني مثلا النقطه دي اكس صفر وواي صفر، النقطه دي اكس واحد وواي صفر، النقطه دي اكس اثنين وواي صفر، طب النقطه دي اكس واحد وواي واحد، النقطه دي اكس اثنين وواي اثنين وهكذا. كل نقطه ليها تعريف في الاكس والواي. الزد بتاعها لسه مش متعرف، الزد بتاعها هيكون هو الناتج بتاع المعادله دي. فامسك مثلا الار واحطه ايه في منطقه الزد، فنلاحظ ان ايه اللي حصل، عمل نفس البارابولا بس في 3 دي، مسك كل نقطه وادالها زد مختلف عن الثاني خلاص. طيب دلوقتي الشكل ده عايز اقلبه الناحيه الثانيه، عايز يبقى وشه لتحت عشان اعمل زي نظام قبة يعني بالظبط. فهضرب في الماينس، هنلاحظ ان هو ايه قلب البارابولا في الناحيه الثانيه. طيب عايز احركها لفوق او لتحت، لو عايز احرك يبقى بزود، لو عايز اصغر واكبر يبقى بضرب خلاص. فازود مثلا اقول له انا عايز زائد 15 مثلا خلاص. هنلاحظ ان هو طلعها 15 نقطه بس عشان هو طويل قوي فايه مش باينه قوي ال 15 نقطه اللي هو طلعها. طيب انا عايزه يصغرها، يعني يصغر شويه العمق بتاعها، فهاجي اقسم على كام، وليكن مثلا على 4 مثلا. شايفين ايه اللي حصل؟ بدا يصغر شويه الشكل بتاع الشكل.
بالمنظر ده. خلاص اه ما انا عملتها ريفرس، لا ضربت في الماينس هنا فاتقلبت ناحية تانية. تمام. طيب خلي بالكم يا جماعه ان القيم دي دلوقتي لما انا مثلا نقلتها لفوق او لما صغرت الارتفاع بتاعها شويه، كل القيم دي قيم ثابته، انا عايزها تبقى متغيرات. يعني بدل ما اكتب هنا 4 لا، عايز اقول له مثلا ان انا عايز هنا تبقى الهايت مثلا. خلاص اقول له اوكي، فهاجي هنا بزوم كده لحد لما يظهر لي الزائد ده، وازود متغير جديد واسميه هايت. خلاص، وباجي اعمل سلايدر، المفروض السلايدر ده هيبقى هو ايه الهايت بتاع البارابولا. فدلوقتي لو اتحكمت في الهايت هنلاحظ ان هو بيتحكم في ايه، في الارتفاع او الشكل بتاع، اصبح دلوقتي زي قبه كده. خلاص. طيب عايز اتحكم في الارتفاع، فاجي هنا واقول له مثلا زي بوزيشن مثلا، او اللي هو الموقع في اتجاه الزد. خلاص، وهاجي اضيف مثلا متغير جديد واسميه، بضغط كليك يمين واسميه زي بوزيشن. فدلوقتي لو اتغيرت، لو غيرت الزي بوزيشن هنلاحظ ان هو ايه، بيبدا يتحرك فوق وتحت. فهمنا النقطه دي؟ فدلوقتي بتحكم في جميع المعادلات من خلال ايه، بارامترز، وهو ده فكره البارامتر ديزاين. تمام. طيب دلوقتي طبعا دي مجموعه نقط، دلوقتي هي عباره عن مجموعه نقط. طب انا عايز النقط دي عايز اربطهم بسيرفس، عايز اربطهم بسيرفس معين، فباجي اعمل ايه، في عندنا في الجراس هوبر او في الراينو يعني كومبوننت اسمه سيرفيس باي بوينتس او سيرفيس فروم بوينتس. سيرفيس فروم بوينتس، خلاص ده بيعمل ايه، يقول كرييت انيرب سيرفيس فروم جريد اوف بوينتس. خلاص، فلازم يكون عندي جريد من البوينتس الاول، ويكون هو بيطلع لي منهم السيرفيس. خلاص، فامسك النقط ديت واضيفها هنا بالبي. في اوبشن تاني بيقول لي انت عايز المفروض عرض النقط دي كام، يعني عدد النقط اللي في الاتجاه ده كام بالظبط، عشان هو مش فاهم بالظبط هو هيفضل يحد نقط لحد امتى عشان يبدا الجريد. فبقول له ان عدد النقط ديت المفروض تبقى هي العدد بتاع ايه، الرينج اللي هو تمام. فانا هكتفي يعني هعمل حركه كويسه، بدل ما اديله رقم ثابت لا، هقول له يطلع لي عدد العناصر اللي موجوده في الليسته دي. في حاجه اسمها ليست لينث، فهو بيطلع لي اوتوماتيك عدد العناصر اللي موجوده في الليسته، اللي هي في الحاله ديت 51. خلاص، وادخلها في اليو. بمجرد ما دخلتها بنلاحظ ان عمل ايه، عمل لي سيرفيس بالشكل اللي انا دخلته. خلاص، دلوقتي السيرفيس ده اصبح ممكن اتحكم فيه عن طريق البارامترز اللي انا عملتها دلوقتي في المعادله. ماشي يا جماعه؟ خلي بالكم يعني انا اخفيت النقط، هي ظهرت اوتوماتيك، بس انا اخفيت النقط اللي كانت موجوده، كان في نقط كتير مخبيه عليها، فانا اخفيت بس النقط. بالظبط، بعمل كليك يمين وبعمل بريفيو، فهو بيخفي النقط الموجوده. طيب دلوقتي اصبح يا جماعه السيرفس جريد ده بيطلع لي المخرج بتاعه عباره عن سيرفس، اللي هو سيرفس الموجود عندي دلوقتي اللي هو الشكل ده. طيب السيرفس ده عايز ابدا اكرره كذا مره في اتجاه الاكس والواي. حد يفكرنا كده كنا بنكرر ازاي لو عندي عنصر وعايز اكرره في اتجاه الاكس والواي؟ بالظبط صح، هي دي الفكره صحيح. فباجي اعمل موف، خلاص، بس بعمل موف ده على شكل سيريز زي ما عملنا المره اللي فاتت الدوائر وكررناها على شكل جريد. خلاص، فاقول له مثلا السيريز ده بيبدا بصفر، واخلي الموف في اتجاه الاكس،
تمام بالشكل ده اللي هو التكرار اللي احنا اخدناه في المره اللي فاتت ده. طبعا هيتطلب ان انتوا تراجعوا المحاضره اللي فاتت خلاص. طيب عايز اكررها تاني في اتجاه الواي. تمام انتوا فاكرين يا جماعه لما المره اللي فاتت عملنا لما عملنا الجريد ده كان عندنا دايره واحده وكنا عايزين نكررها في الاكس وفي الواي، فعملنا ايه؟ فعملنا سيريز. السيريز دي عباره عن متسلسله حسابيه رقميه يعني. تمام بتبدا بصفر وبتكرر نفسها كل 10 مرات وبتكرر 10 ارقام يعني 0 10 20 30 لحد ما توصل ل 90 خلاص. وببدا اعمل له موف في اتجاه الاكس، بوصل الاكس كومبوننت في ايه في اتجاه الموف يعني خلاص. فهو بيكرر لي 10 عناصر في اتجاه الاكس. نفس الحركه عملتها انا عندي بدل ما كان دوائر عندي ايه سيرفيس جريد. فالسيرفيس جريد اللي هو ايه الشكل ده ببدا اعمل له موف، بدخله على الكومبوننت بتاع موف وبقول له ان انا عايز الموف ده يكون في اتجاه الاكس ويكون الموف على شكل سيريز او على شكل متتابعه يعني، يعني هيكرر نفسه كل مره كل قيمه معينه خلاص. طب عايز اكرره في اتجاه الواي فباجي اعمل موف برضو بقول له في اتجاه الواي بس باجي اعمل خطوه اخد السيريز برضو في اتجاه الواي نفس السيريز، وهاجي اعمل حاجه اسمها كروس ريفرنس عشان يحرك جميع العناصر بجميع الحركات. بعد كده ايه هوصل الكروس ريفرنس هنا كده. تمام فنلاحظ ان هو عمل ايه، عمل جريد. طبعا الجريد ده لو تفتكروا ان احنا يعني شكل القبه نفسه شكل القبه دي نفسها بتحكم فيها من خلال ايه المعادله اللي انا عملتها في الاصل خالص خلاص. فممكن اتحكم بقى في شكل المعادله زي ما انا عايز، عايزها مثلا تبقى بالشكل ده. الارتفاع بتاعها ممكن اتحكم فيه برضو من هنا خلاص. فاصبح التحكم بالكامل ايه تحكم بارامتري. بعد كده لما بخلص خالص باجي على العناصر ديت واعمل لها بيك علشان تتحول الاوبجكتس في الجراس هوبر بيك. دلوقتي ممكن يعني اعمل سيلكت عليهم في الجراس هوبر او اعمل اللي انا عايزه فيه. تمام دلوقتي اصبحوا عنصر تبع الراينو، يعني ممكن اعمل سيلكت عليهم واحركهم جوه الراينو. قبل كده ما كنتش اعرف، قبل ما اعمل بيك ما كنتش اعرف ان انا اعمل اي موف او اي حاجه ليهم. ممكن اعمل لهم مثلا برزنتيشن الحاجات ديت يعني زي انماط للريندر يعني بتاع الشكل. ممكن مثلا من سيت فيو اعمل مثلا تو بوينت برسبكتيف مثلا بالشكل ده عشان هو ايه يبدا يظهرهم. ممكن يبقى مثلا تغطيه في مشروع ما بالشكل ده مثلا خلاص.